أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة والمحطة الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 يكون الجو فيها حار، في الأسكندرية 24 17 يكون الجو فيها معتدل، في مطروح 24 17 يكون الجو أيضا فيها معتدل، في بورسعيد 28 18 مائل للحرارة، في الإسماعيلية 33 18 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 33 والصغرى 19 يكون الجو حار، في العريش 30 19 يكون الجو مائل فيها إلى الحرارة، في طابة 32 19 أيضا مائل للحرارة، في شرم الشيخ 32 24 حار، وفي الغردقة 33 22 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر مشاهدين الكرام فدرجة الحرارة العظمى هناك 41 والصغرى 23 ويكون الجو شديد الحرارة، في أسوان 43 درجة الحرارة العظمى والصغرى 24 يتسم الجو أيضا بشدة الحرارة، في الوادي الجديد 40 23 شديد الحرارة، في شلاتين 36 20 ويكون الجو فيها حار، وأخيرا في حلايف فدرجة الحرارة العظمى هناك 33 والصغرى 21 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.